وهل يجوز للحاج أن يؤدي أكثر من عمره وهو في موسم الحج؟ روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة. قال بعض شراح الحديث: فيه دلالة على الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية، ولمن قال يكره أكثر من مرة في الشهر. استدل المالكية على كراهة التكرار في العام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، لكن يرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الشيء وهو يستحب فعله، وذلك لدفع المشقة عن أمته. وقال القاسم: إن عائشة اعتمرت في سنة 3 مرات، فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ فقال: سبحان الله، أم المؤمنين، يعني هل يعيب عليها أحد ذلك؟ وهذا مذهب جمهور الفقهاء في عدم الكراهة، وهذا ظاهر في تكرار العمرة لنفسه، ولو أراد أن يهب ثواب العمرة للأموات فلا مانع من ذلك أبدا. وكل قربة يهبها الإنسان أو يهب ثوابها إلى الميت يرجى انتفاعه بها، ولم يرد ما يمنعه. والله